اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من منطقه عين الشق، اللي هاد الساكنه واقعين في واحد المشكل مع لا ماشي مشكل، اي ورايا اللي واقعين مع واحد المشكل. هاد الناس ساكنين في اقامه الامل اللي كانوا ساكنين هانين، حتى كيتفاجئوا بان اللي باع لهم السكنه باغي يدير حمام تحت السكنه ديالهم. قربوكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فين وصلتوا مع هذا السيد؟ وذكرنا بالنسبه للمشاهدين اللي التحقوا بنا باش يعرفوا. السلام عليكم. احنا موتي ساكنه اقامه الامال، تكمل الموضوع اللي كنا درنا الوقفه ديالو في دابا شي 20 يوم في احدى الاقامات ديالنا فين ساكنين حنايا، اللي هي ما بين شارع الداخله وشارع ولاد حدو. القضيه هي بعوده التذكير ديالها، اننا السيد اللي كان باع لينا حنايا بعد 20 عام جا كيطالب انه غيدير التحت ديالنا حنا مركب، فيه حمام، فيه بيسين، فيه صونا، فيه جاكوزي. هما امتى شريتو نتوما؟ حنا دابا من 2004. اش كان هو قبو، هو كاف، باقي دابا كاف. كان خصو يكون ديالكم هذاك. كاينين الناس في الساكنه اللي عندهم هذيك عندهم شي 60 متر ديالهم في 70 ولا المهم. كاينه فين يحط السياره ديالو، ولكن هو النيه ديالو قبل، النيه ديالو هكا باش يستغلها. لا كاين اللي تيقول لي كاينه جرده، كاين اللي كيقول لنا وعندنا حنايا. لا اللي بغيت نقول لك ما كانتش نيته انه يديرها شي حاجه اللي تستافدوا منها نتوما، كانت نيته باش ياخذها ليه هو. احنا جينا سكننا لقيناها بحكم هكا كحله ما فيها حتى حاجه، بقات مسدوده الى يومنا هذا، هي باقا مسدوده الى يومنا هذا. كنتفاجئوا به كيجيب لينا الرخصه ديال الاستغلال ديال الحمام والبيسين، ومهم كاينين ثلاثه ديال العمارات اللي غيجي تحتهم هاد المشروع هذا، وهاد العمارات مبنيين ماشي على داك النورم ديال الحمام ولا اللي غادي يكون. حنا كنتسائلوا شكون هاد السيد بلا موافقه ديال الساكن، بلا موافقه، شكون هذا السيد اللي سمح لهذا الانسان هذا ورخص لي انه يدير هذا المشروع هذا هنايا، وهو في كاف، وحنا كنعرفوا ان القوانين ممنوع منعا كليا انك تبني. بالنسبه للحمام باغي يدير حمام، واش غيدير الماء؟ غيفتح البير ولا غيدير؟ لا 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 لا، هو كان جا واحد السيد كيقلب على 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 البرونشمون ديال الماء الحلو ديال، هو تيقول غادي يدير الماء لصالح الشرب، وانت كتعرف الازمه اللي كتمر منها اغلبيه افريقيا ولا الولاد كلهم كيناديو بان خص الاقتصاد ديال الماء. ثاني حاجه الطاقه، هذا السيد كيفاش غادي يخدم؟ حنا نفترض هذا السيد باش غيخدم؟ حنا راه دير تحتنا كما كنقولوا حنا باللغه ديالنا فرناتشي، واش حنا السكنه ولا غدير تحتنا حنايا كاميو ديال العود يديروا العافيه تحتنا حنايا؟ حنا كنتسائلوا شكون هاد خطر على الساكنه، راه العماره من بني المعايير ديال الحمام، ومعروف الحمام واخا يكون ديالك كيكون حمام بوحده ما يكونش فوقه اي ساكنه ولا اي نشاط. كاينه راه كل ابارتمون فيها 25 اربعه طبقات وراه ماشي سكن اقتصادي، هذا ماشي سكن اقتصادي. انا راه شاري بقيمه غاليه،
هاد السكنه هذه شحال غتولي القيمه ديالها ملي غيولي تحتك حمام؟ وثاني حاجه دوك الولوجيات راه ما كاينش، راه الزنقه صغيره. الناس اللي عطاوه هاد الرخصه واش داروا معينه ولا غير سيناوي؟ ما شنا حنا حتى شي واحد. حنا اللي عندنا حنا في البيرمي دابيتي ما فيه حتى مزاوله اي نشاط، كل شيء فيه لا شيء. كاين غير السكن بوحده. تجاره، خدمات، صناعه، حتى حاجه ما كاينه. ما عندوش حق يبدل هاد الشيء اللي درجوا معاه. راه الاوراق اللي عندنا حنا، راه حنا كل شيء عندنا حنايا هنا موثق. كيدير في الاوتوريزاسيون ديالو انه باغي يدير موديفيكاسيون دان بانتيغ. وحنا البانتيغ ما كاينش هو اصلا، هاد البانتيغ اللي غيدير لي موديفيكاسيون ما كاينش هو. والاخطر من هذا هو انه باغي يبني الحمام في السكن ديالي انا. لا كاتب في الورقه ديال حنا عندنا حنايا لا كاتب ريتشوسي، لا كاتب ريتشوسي. ها الاوراق راهم ما كاينين. هذا هو اللي سالون الام هضره. واش فهمتي؟ هذا هو اللي. شكون هذا اللي سينا ليه اللي عطاه الرخصه ديال الحمام؟ والحمام راه ممنوع، شكون اللي عطى لهذا السيد هذه الرخصه هذه؟ لا من مقاطعه عين الشق ولا من مجلس المدينه. الإضافة اللي قال الأخ طارق، عندنا مشكل ديال حتى أن بعض الساكنة خدات الرخصة أو الكومبرومي دو فونت افيك باركينغ، ومن بعد تسحب هذاك الكومبرومي دو فونت وتمت العملية يعني بدون باركينغ، يعني ما كاينش الموقف ديال هذا. أون بليس إلا تزاد الحمام كيفاش غادي نحلوا هذا المشكل ديال ستاسيونمون ديال السيارات؟ راه غادي تكون تما كارثه. ما يمكنش الانسان، حنا دابا حاليا بيان سور، حنا حاليا دابا كاين عندنا مشكل في ديال السيارات، كنعانيو زياده اضافه الى المدرسه. بيان سور بالاضافه الى المدرسه اللي كاينه حتى هي زايده بهذا، بالاضافه ديال المشكل دابا ديال الحمام اللي هو غير قانوني بتاتا، غير قانوني. وما بغيناش ندخلوا في شي امور اللي حنا فغينا عليها، بغينا حقنا. لا حنا دخلنا حقا، ولكن بغينا شي حاجه اللي الساكنه ما تتمحنش فيها، لان المواطن تيبقى عنده كرامته وعنده العيش الكريم ديالو. ما يمكنش يكون في واحد المكان اللي هو مهدد من الناحيه التقنيه. فضل من الناحيه التقنيه كلشي كيعرف بان الحمام راه عنده واحد العواقب يعني سلبيه، بالاضافه الى سميتو ليميديتي اللي كدير، واخا رغم يجيب جميع التقنيات اللي كاينه في الدنيا. فوالا سي ان بروبليم. معنا واحد السيد هو تقني تيفهم في هذه الامور، راه قال كاين مساله ديال الرطوبه، كاين مساله واخا دير جميع احدث ما كاين في هذا الماتيريال، راه كاين مشكل ديال الرطوبه، كاين مشكل ديال الازدحام، كاين مشكل ديال كيف ان واحد المكان تيدخلوا له مثلا واحد تدخلوا 100 فرد كيدخلوا في دقه واحده، راه كاين مشكل ديال الصداع، مشكل ديال الغوات، مشكل بزاف. حنا ما يمكنناش نعانيو، حنا جينا بغينا نسكنوا. وحاجه اخرى، حنا اغلبيه عندنا متقاعدين، عندنا ناس متقاعدين، نساء ورجال. يعني لا والله انا ماشي غوتريتي، الوغ جو بو با، ما نقدرش نعاني الصداع ديجا، وما نقدرش سينو غادي ما يمكنش يبقاو الناس في هذه الحاله. هذا الشيء راه كارثي، يعتبر كارثي. الا كان شي اذن صاغيه، الا كان شي اذن صاغيه فوجب الان انه خاص شي تدخل باش هذا الشيء يتمنع منعا كليا. هذا الشيء ما عنده حتى شي صله بالانسانيه. لان الانسان كيتمحن، الانسان خصو يعيش كريم، خصو يرتاح، خصو كاين اللي يدير العمليه ديال القلب، كاين اللي يدير عنده مشكل في هذا في لاطونسيون ارتيريال، كل واحد عنده مشاكل. اذا الله يجزيكم بخير، خص هكذا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. حنا دابا كنحتجوا على هذا السيد اللي بغى يدير واحد المشروع اللي هو دار بالنسبه للساكنه وبالنسبه حتى للبيئه. واش هل يعقل انه يكون حمام في لاكاف؟
يا عباد الله في لاكاف انا كنسكن في الريد شوسي والحمام غادي يكون تحت منا حنايا. هذا راه قنبله موقوته في كل وقت، كاين المواد ديال التسخين اللي غتاثر على على على, على, على البناء، كاين ما عرفتش شنو راه ناوي يدير باش غادي يسخن وباش غادي يدير الماء وباش غادي بزاف الحوايج انك تهددنا. ماشي حتى لواحد النهار طيح العمار ويموتوا السكان عاد نقولوا لو كان نهار الاول كون كاع موقع. دابا هاد المشاكل وقعت سنين الناس، وكل مره تيقول لك بان راه هاد الشيء اللي كيدار مثلا حمام في لاكاف راه ممنوع، راه كاين قانون اللي كيمنع عاد اقامه حمام في لاكاف. اللهم ان هذا منكر. ما عرفتش شكون الناس سناو لي هاد الناس اللي عطاوه الرخصه باش يدير الحمام تحت في لاكاف، راه ما عرفتش هاد الناس وصفتوا لجنة تقسات على هاد الوضعيه هاد الحمام واش انه قانوني ولا ماشي قانوني، غير تحط قدامهم الرخصه سناوها بلا ما يطالعوا عليها بلا ما يبحثوا فيها بلا ما يديروا لجنة ديال التقصي. وهو كاتب بعدا حتى بالالفاظ لاعب بها حتى في الرخصه اللي علق دابا فيها حمام في 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 وغيد شوسي وغيد جاردان وغيد شوسي كنسكن فيه انا وربعه الناس جيراني اخرين، فينا هو دري شوسي؟ راه تيصير مسكون. راه اللهم دابا خاص الناس اللي غادي يسمعوا هاد الهضره الله يخليكم من هذا المنبر كنادي الناس والسلطات المسؤولين انهم يصيفطوا شي لجنه اللي تقص الحقائق ودير بحث في هذا الموضوع وتوقف هاد الرخصه اللي تعطات. وشكرا. مشاهدي قناة شوف تي في كما تشوفوا معنا بلا ما توريني الوثائق خليهم عندك بلا ما توريها لي بلا ما توريها لي خليها انا بلا ما توريها حيد معك الصوره حتى الحد جاو ولا لا؟ كلها هو غادي دابا حنا راه كاع الناس دابا عندي عريضه ديال التعرض فيها كاع الناس موقعين انه ضد هذا المشروع هذا. وثاني حاجه هذا الانسان هذا بغينا حنا نعرفوا اش من لي نورم اللي خدا باش انه يبني لينا حنا حمام. حنا بغينا نعرفوا ما راه على الناس اللي ساكنين ما كاين ما حتى حاجه. هاد السيد هذا واش كاين معاه شي واحد اللي كيدعمو؟ واش كاين حنا راه كاينين في بلاد ديال القوانين، راه حنا راه كاينين في دولة ديال الملك، والملك راه أول واحد ما كيبغيش الظلم. حنا دابا درنا الشكاية حطينا ليه في المحكمة، حطينا ليه تعرض. وثاني حاجة دابا حنا غادي نديرو ليها غنمشيو ثاني ندفعوا الوثائق ديالنا للجهة. والوالي ديال الدار البيضاء لان خصو يوقف هذا العبث هذا عبث. لا ما كاينش بناء اصلا، ما كاينش بناء. حنا كاين وقفه دايرينها ليه قدام الموبلات ديالنا حنايا، راه جا المره الاخرى كيقطع في هذوك لي بوندغول دوك ديال دوك اللافتات وضرب الصوره ديال الملك. انا اللي حبسته وعاد الفيديو، انا اللي حبسته هذاك السيد اللي جا. راه عندي فيديو كامل بانه راه ضرب الصوره ديال الملك، هذاك راه رمز ديال البلاد وقطع هذوك وعاودنا رديناهم ثاني. وانا اللي كنعرف ان فك الاعتصام تيكون بالسلطه المحليه ماشي هو اللي جاي هاز موس وجاي كيتهجم علينا حنايا. وحنا كاين الفيديو ديالنا، حنا دابا جينا غنديروا نشوفوا الشكايه ديالنا. شكرا.